الله 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يهده فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عباد الله، فاتقوا الله تعالى. موضوعنا الغدبة اليوم يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولى يوم زحف، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. رواه مسلم. كلمات تنبع من نور الوحي، تصب في قلوبنا الزجر، وتصب في أفئدتنا الأحجام، والخوف من الجبيل تبارك وتعالى. عباد الله، قارن بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه المسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجراد يقعن فيه فجعل يدبن، وإني لآخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. قارن من بين هذا الحديث اجتنبوا سبع الموبقات بقوله صلى الله عليه وسلم: وإني لآخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. تتجلى في ذلك، تتجلى هذه المقارنة أو هذه الجمع، رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحذرنا بلسانه ويمنعنا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم من أن تقتحم في النار وأن تقتحم الموبقات، وهي المهلكات التي تهلك المرأة، التي تهلك المرأة وتهلك الآخرة، بل تدخل في النار، بل تدخل في النار جهنم عياذا بالله. عباد الله، وعباد الله، تتناول الموبقة موبقة على وجازة. الموبقة الأولى: الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال سبحانه: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الشرك منافي للتوحيد، وهو صرف عبادة الله تعالى وتبارك أو شيء من حقه من الصلاة ومن الصوم،
والدعاء والنذر ومن السجود وغير ذلك. قال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الموبقة الثانية أو المهلكة الثانية هي السحر. السحر وما أدراك ما السحر. قال سبحانه: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. السحر والكفر متلازمان، يشتت الأسر ويفرغ الجماعات ويعلل الجسم ويهدم الدين، يتسبب إهلاك الأمة. إن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر بالله وحكمه القتل. فإيانا وإياكم عباد الله وعبد الله أن نكون باعدين كل البعد عن السحر والسحرة الموبقة الثالثة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أنفس المسلمين كريمة ودماؤهم معصومة من أعظم الموبقات وأكبر المهلكات، الاعتداء عليها بغير الحق وإزهاقها. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى الثلاثة: النفس بالنفس، والثيب زاني، والتارك لديني، المفارغ للجماعة. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. بل يشمل المعاهد قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائعة الجنة. أخرجه البخاري: من قتل معاهدا وهو كافر الذي دخل بلاد المسلمين. الموبقة الرابعة أكل الربا. قال سبحانه: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. عباد الله، الربا شؤم عظيم، آخر آكل الربا إلى قلة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيموت وهو فقير معنوي أو ماديا. فيما أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون شعبة أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، عياذا بالله، أن يأتي الرجل بأمه. أشيء خفيف، أشيء سهل، أشيء يتهاون المسلم أو المؤمن؟ كلا والله، بل مما لا يخضر على بال أحد منا، فما بالكم إذا كان الربا أشد هذه الزنا. عباد الله، لا بد أن يبتعد عن مسالك الربا، وقد سهل مسالكها وهيئت طرقها بالبنوك وبالمعاملات العجيبة. ينخدع كثير من المسلمين باسم التجارة وباسم الربح وباسم البيع وباسم المال. لا شك أننا في خطر إن لم نتدارك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا كبيرًا. أما بعد، عباد الله،
الموبقة الخامسة أو المهلكة الخامسة آكل مال اليتيم. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا. فالمقابل من كفل اليتيم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكل مال اليتيم إنما يأكل في بطونه نارا وسيسلون سعيرا. الموبقة السادسة: وتولى يوم الزحف. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الموبقة السابعة هي الأخيرة: وقذف المحسنات المؤمنات. قال سبحانه: إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك وسلم وبارك على عبدك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين غضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غريب مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.